بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، جمهورنا الكريم العزيز والمميز هنا على هذا الانطلاق وعلى هذا الاندفاع، منذ لحظات اعلنت اللجنه عن انطلاقه شوط جديد من انطلاقات الخير والبركه، ونتمنى دائم التوفيق والناموس للاخوه المشاركين هنا على ارضيه هذا الميدان. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الانطلاق. هديدات هو في سلسلة ومقدمة هذا الشوط، ما شاء الله مطار من عبد الله بن سالم بشاوي نجتبي النقلة هناك على المركز الثاني، زوغان في ثاني المراكز، شعار بن حلوة شعار بن حلوة على ثاني المراكز هناك، قلب الأسد قلب الأسد ما شاء الله للسيد راشد بن المربز سعيد بن حلوة الاجتبي، وفي ثالث المراكز ماي هاب محمد عبد الله المذيوبي الاجتبي على ثالث المراكز، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع من يأتي هناك من الجانب الثاني الحونك لسيد محمد بن سلطان بن عبد الله بشر الخاطري ما شاء الله، وفي المركز الخامس اللي هو صغان محمد بن احمد بن حلوه، وفي سادس المراكز حملول سعيد بن حميد الرزي الشامسي ما شاء الله من يتواجد ايضا هنا على هذا الانطلاق الجميل والمميز. هكذا كانت النتيجه للست المراكز، ذعناها عليكم كاملة مكملة بالوصف الجميل وبالتفصيل ما شاء الله لهذه الانطلاقات الجميلة والمميزة على الصدارة. ما شاء الله ما شاء الله يا قلب الأسد هنا على المركز الأول على صدارة هذا الشوط، صامد على المقدمة ما شاء الله لراشد بن المر بن سعيد بن حلوة الاكتبي، هو من يسيطر نقلتنا هناك على المركز الثاني، خديدات مطر بن عبد الله بن سالم بشاوي الاكتبي، وفي المركز الثالث اللي هو مايهاب محمد بن عبد الله المذيوبي الاكتبي. هكذا هي النتيجة للثلاث المراكز، ذعناها عليكم بالوه التمام اللي في صدارة ومقدمة هذا الشوط. وصل الحونك على رابع المراكز محمد بن سلطان بن عبد الله بشر الخاطري، وفي المركز الرابع خامس المراكز حملول السيد علي بن حميد او سعيد بن حميد الرزي الشامسي، وهناك مع بن حلوة، يلا يا بن حلوة يلا يا بن حلوة، صغان محمد بن احمد بن حلوة. ها هي النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. ما شاء الله 2 كيلومترات انقضى من عمر هذا الشوط، ويبقى 2 على نهاية هذا الشوط وعلى هذه المعركة. هو خل قلبك كبير، خل قلبك كبير يا قلب الأسد، قلب الأسد ما شاء الله على صدارة هذا الشوط مع المركز الأول راشد بن المر بن سعيد بن حلوة الاكتبي، هو على المركز الأول، هو على صدارة هذا الشوط، هل سوف يبقى صامدا ولا هناك رأي آخر؟ نقلتنا هنا على المركز الثاني اللي في المركز الثاني من ياتي خديدات السيد مطر بن عبد الله بن سالم الشاوي الاكتبي، ما شاء الله الحونك هناك، ثالثا للسيد محمد بن سلطان بن عبد الله بشر الخاطري ايضا يتواجد على الكوكبه الثالثه والجميله، والمركز الرابع ياتي فيه اللي في المركز الرابع هناك من ياتي مايهاب محمد بن عبد الله الانذيوبي الاكتبي، وفي المركز الخامس بدا يتقترب صوغان محمد بن احمد بن حلوة، يلا يا ابو عسكور خليك في الفورمة، هملول على خامس المراكز سعيد بن حميد الرزي الشامسي، وسادس المراكز. هكذا هي النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام، والشعارات تتراقص هنا على ظهور الجعادين ومحلقة فوق أرضية هذا الميدان. ما شاء الله قلب الأسد في المركز الأول، قلب الأسد في المركز الأول مسيطرا على مقدمة الشوط، ولكن الحونك 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 عن يلحقونك عن يلحقونك، خلك في الفورمة ما شاء الله 2 في موقع واحد على ثاني المراكز السيد محمد بن سلطان بن عبد الله بشر الخاطري اللي هو الحونك، ثالث المراكز خديدات السيد مطر عبد الله بن سالم بشاوي الاجتبي، وفي المركز الرابع
هناك من يأتينا صغال محمد بن أحمد بن حلوة هاملول على خامس المراكز، سعيد بن حميد الرزي شامسي قلب الأسد ما زال مسيطرا، ما زال محافظا، ما زال صامدا على مقدمة الشوط وعلى صدارته. هنا مع السيد راشد بن المر بن سعيد بن حلوة الاكتبي أيضا اللي مسيطر على المركز الأول الحونك على ثاني المراكز محمد بن سلطان بن عبد الله بشر الخاطري. هكذا هي النتيجة أيها الأخوة. يا سلام يا سلام عليك يا بشر، يا سلام على هذا الأداء. استعداد لهذا الموسم، استعداد لهذا الموسم، استعداد لهذا الانطلاق. هناك مناوره بنفس الشعار ولكن يختلف الأسماء، ولكن الهدف واحد، الهدف واحد لهذا الشعار. هناك ينصف العزبة الخاصة، ما شاء الله تبارك الرحمن. بقول سلام سلام عليكم. هنا من لوحة الميتين المتر الأخيرة، الميتين المتر الأخيرة، وهناك اللجنة عند خط النهاية ترحب بهذا الشعار والماركة لمحمد بن سلطان بن عبد الله بشر الخاطري. سلام عليك يا هالراس الخيمة، سلام لهال السوان، والله سلام كافة وين ما يسكن. محمد بن سلطان بن عبد الله بشر الخاطري بمناسبة فوزه بالمركز الأول. هاي العرض طول حولك المركز الثاني، ألف المركز الثاني السيد محمد بن أحمد بن حلوة، المركز الثالث سعيد بن حميد الرزي، رابع المراكز راشد بن المر بن حلوة، في خامس المراكز مطر بن عبد الله مسان بشاوي اجتبي. ما شاء الله 6 دقائق التوقيت الزمني، 21 ثانية 90 جزم الثانية. تهانينا والناموس.